احنا كمان واحنا بنتكلم على التنمية وعلى الشغل وكل الملفات اللي اتفتحت ما كانش فيه أولوية زي ما قال الرئيس، لكن كل الملفات محتاجين ان احنا نشتغل فيها في مسارات متوازية، معركة البناء والتنمية لتعويض سنين فاتتنا وتراث او ارث تقيل من المشاكل. من ضمن الشغل الهائل والرائع اللي حصل والانجاز الكبير في اهم مجرى ملاحي في العالم قناة السويس، لما اتعمل طبعا الازدواج في القناة والتعميق والكركات والشغل الجديد والمنطقة الاقتصادية، وكان برضه زي ما كان بيكلم سيادة النائب كانت معركة تانية انك بتواجه بالتشكيل وفي اهميه ده وليه الفلوس بتتصرف على ده. عرفنا اهميه ده لما دخل قناه السويس تضاعف وحقق ارقام قياسيه ما اتحققتش ابدا في تاريخ قناه السويس، والنهارده قناه السويس بتعلن هديه جديده للمصريين في ذكرى الثوره، وهي وصول الحوض العائم فخر القناه لترسانه بورسعيد البحريه. معانا على التليفون سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. مساء الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. بخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. فخر القناه عايزين نتكلم عنها يا فندم، وبالتاكيد بس في الاول برضو كلمه من حضرتك للمصريين 10 سنين على ثوره 30 يونيو سياده الفريق. طبعا احنا يا ثوره 30 يونيو تعتبر هي كانت المفتاح والبدايه لانطلاق المشروعات القوميه والمساحات الكبيره اللي اتعملت بدايه من قناة السويس الجديدة كأكبر مشروع عملاق بدأ بيه سيادة الرئيس. صحيح. كان الخير كله بعد كده بقية المشروعات كلها الحمد لله نجحت. كنا سيادة النائب كان بيتكلم على البنية التحتية وعلى الكباري. ما ننساش برضه مشروعات الصحة 100 مليون صحة والشفاء من مرض فيروس سي اللي كان بدأ يقرب يبقى وباء. ما ننساش العشوائيات والناس اللي كانت بتموت تحت البيوت بتاعتها وهي قاعدة فيها. غير البنيه التحتيه يعني دي حاجات كمان سياده الرئيس برضه كان بيهتم بيها وبيدعمها، مش بس بنيه تحتيه لا كمان الشعب المصري نفسه، وان انت ازاي تنقله نقله حضاريه من اماكن كان بيعيش فيها كانت لا تصلح للادميين لمناطق اخرى ادميه وزي الاسمرات وزي الاسكندريه اكثر من مكان يعني احنا عايزين نقول مش بنيه تحتيه بس، لا ده هي بنيه تحتيه ونقله نوعيه وصحه وتعليم وصناعه وزراعه وكل حاجه يعني. فاحنا بنهنئ المصريين النهارده ب 30 يونيو ونقدم فخر القناه حوض عائم 35,000 طن يرفع من القدرات النوعيه لترسانه بورسعيد اللي هي فيها كان اقصى حوض موجود فيها 25,000 طن، وصلنا ل 35,000 طن. عندنا في السويس واحد 55,000 طن كمان. طبعا عندنا في المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي حوضين كبيرين يستوعبوا السفن الضخمه اللي ممكن تخش تعمل صيانه. عايزين نقول ان احنا دي خدمه بنقدمها كمان للتوكيلات وللسفن، يعني دي خدمه من الخدمات اللي بتقدمها قناه السويس، ان انت لازم عندك اكثر من خدمه. العميل وهو جاي يشوف طب انا هخش قناه السويس ايه اللي هقدر اخده؟ دلوقتي بقى في تموين بالوقود موجود قبل كده. نقل المخلفات او المخلفات من المراكب قبل ما يخشوا قناه السويس، دي برضه خدمه جديده بتقدم. فاداه في صيانه واصلاح السفن في الترسانات بقت موجوده. اكتر من خدمه بتقدم دلوقتي غير العبور، وعشان دي عشان احنا بنعمل احنا ان هي تبقى يعني اضافه مصدر جديد للقناه مش بس العبور، لا ان انت تقدمي كمان خدمات للسفن اللي بتعبر قناه السويس كدخل اضافي. طيب هو الحوض العائم فخر القناه اللي حضرتك اشرته 35,000 طن وكنا قبل كده 25، يعني ده برضو انا عارفه يعني في حاجات فنيات، بس لو نفهم اكتر ايه المغزى من ورا ده، ده هيتيح لينا ايه بالنسبه للسفن العابره بالنسبه لامكانيات وقدرات القناه بشكل عام سياده الفريق؟ تمام. هو طبعا السفن اللي بتعبر ساعات بعضها بيحصل فيها مشاكل في البدن او تحت خط المايه بالذات، يعني الاحواض اللي بتستخدم لما في مشكله تحت خط المايه، بالتالي المركب دي ترفعها في الحوض العائم دوت وتبقى جاف بعد كده ما بقاش فيه ميه، وبتعمل عمليه الاصلاحات تحت خط الميه في الرصاصات وتغير الواح للبدن لو في مشكله في الالواح، وبالتالي بتحتاجها السفن. بعض السفن هي بتعبر لا قدر الله لا يحصل الله عندها حاجه، فعايز اقرب حوض فين عشان المشكله ما تكبرش. فلما يلاقي ان في بورسعيد يلاقي ان في السويس، فاحنا كده جاهزين كاصلاح وصيانه سفن خدمه بتقدم للسفن. فاللي جاي انا بقول لحضرتك ان اللي جاي يعبر قناه السويس ايا كان من جاي من اوروبا او جاي من الساحل الشرقي امريكا او جاي من اي مكان، بيسال انا داخل قناه السويس ايه الخدمات اللي هتقدمها لي قناه السويس؟ هل في تموين بالسفن بس عشان مش شرط لسه الطريق بتاعي الرحله لسه طويله، هل هعرف انوم بالسفن؟ طب لو حصل لي حاجه في السكه او في الطريق هلاقي حد يعمل لي عمليه الاصلاح والصيانه ولا مش هلاقي؟
هل هلاقي في حد ياخد المخلفات اللي عندي سواء كانت سائله او الصلبه؟ ايوه فاهم. دي من اهم الخدمات اللي بتقدم دلوقتي في الموانئ وفي الممرات الملحيه. نعم. الحمد لله اصبحت دلوقتي واقع وموجوده، ما كانش في منها ولا خدمه قبل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ودايما بالتوفيق سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، بشكرك يا فندم.